السلام عليكم. باش نصايبوا في اليوم بحال هادو، بقى معنا تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنديروها كنعملوا كاس ديال السكر في مقلاه. ملي درنا كاس ديال السكر في المقلاه كنخليوه حتى كيذوب، حتى كيولي يعني على هذا الشكل هذا كيذوب لينا السكر. كنضيفوا عليه كاس ديال اللوز بالقشور ديالو، وكنبداو نخلطوا القشور، يعني كنخلطوا النواه مع كراميل حتى كينسجم مزيان، حتى كيتحمر كيولي لنا بحال هذا الشكل هذا. وملي كيوجد كنخلطو مزيان، يعني حتى كنحسو به يعني ولا كراميل مع اللوز. ومن بعد كنحطو فوق واحد بلاستيك الومنيوم بعد ما دهناه. دابا هذا ما يطحنو، غير ديك بودرة كراميل تقدر تخدم حتى أي كيدوب حاجة. كنطحنو فيه شمولينكس. كيرجع بودرة تقدر تخدمو لأي حاجة، مع كيكات مع أي حاجة كيعتمد رائع. وهادي تقدر تاكلها نوكا، يعني تقاسها عشرة تاكلها. كتبان زوين. بلاصة ما نشري الطورون، يعني كاين بزاف الناس ما كيتواجدش عندهم الطورون، ما متوفرش عندهم وكيتباع شي حداهم، يجيهم صعيب باش يصايبون في الله. هنايا انا عملت لكم نوكايا، عملت لكم الطريقه، سنخليها لكم في صندوق الوصف كيفاش صايبتو هاد النوكا هادي. وطحنتها، دابا نطحنها مع المقادير. وعندي هنايا كريم فريش ولالا، غنعملو نص لتر في طرد الحليب، وغنديرو ليه واحد الساشيه هادي كامله كتمشي في لون واحد مع ثلاثه ديال فلون. بما ان حنا غنعملو جوج غنعمل هاد المقادير كاملين. وبالنسبه للكريمه غنحيد منها كاس واحد باش نخفقو باش نزين به الفلون ديالنا. بركه الله، اول حاجه كنحيدو من هاد الكريمه، كنحيدو منها كاس اللي غنخفقوه وغنرجعوه في الثلاجه باش من نزيو نخفقوه يطلع لينا دغيا. اول حاجه خصنا نديروها غنطحنو هاد النوكا هادي، غنديرو الحليب بالخلاط الكهربائي. خصنا نطحنو هادو لي بودره، غنديرو غير واحد الكميه قليله فين غنطحنو، يعني فاش غنطحنو هاد النوكا ديالنا. بما انها بردات الا جربتو هاد النوكا هادي اللي معدله في الدار بالكراميل، يعني كتجي لذيذه في الظل 100% من الطورون. ملي غتجربوها ان شاء الله تردوا عليا الخبر. هنايا غنخلط كلشي هاد المواد الجافه، يعني بحال هاد الفلو باش ما يبقاش كويرات، كلشي غنخلطوه مع بعضهم في الخلاط. كنتمنى ما كلشي تقلت عليكم، يعني بغيتش نسرع الفيديو. بزاف د الاخوات كيقولوا لي علاش كتسرعي الفيديو. وانا ما بكميه كامله غير غنخلط هادشي. حنا ما ضفناش السكر، الطنجرة غنخوي داك الفلون ديالي بعد ما طحنتو. كتشوفو طحنت هنا كلشي المقادير، دابا غنخوي عليه الحليب لي باقي هنايا غير باش نشلل هاد الغراف. دابا هنا كتشوفوا استعمل جوج لتر د الحليب على حساب القوالب اللي عندكم اللي غتعملوا فيهم الفلو. انا عندي جوج لتر د الحليب مع لتر د الكريمه، حيدت منا كاس ديال الكريمه وزدت ضفت كاس ديال الحليب. السر ديال هاد الكريمه باش كتخطر لينا الفلون، كيجي عقد وكيجي خاطر وكيجي كيجي المذاق ديالو لذيذ. انا ما عملتش السكر حيت كراميل حلوه، وتا هاد الكريمه راها حلوه كتبع لي مسوسه، ولكن هادي شريت عينها حلوه.
دابا غنخلط هاد العناصر كاملين وغنعمل فوق العافيه وما كيغلاو وانا حاضياهم حتى كيعقد لينا الفرون ديالنا. كما كتشوفوا بعد ما حتر عاد كنطفيو عليه. دابا غنحيو هنا الهضره كتسيب له. نتوما كتشوفوا الكراميل غنديروه في الاول باش ما يسخناش شي الفرن ديالنا. نحاول نديروه كامل. دابا غنجيبو الفرن ديالنا. كما كتشوفوا بعد ما حتر عاد كنطفيو عليه. دابا غنحيو هنا هنايا درنا كاس ديال الكريمه غنخفقوها باش نديروها نزوقوا بها الصاله الفلان. وكما كتشوفوا مشاهدي الاعزاء هذا هو الشكل النهائي ديال الفلان ديالنا بالكراميل اللي كيجي على هذا الشكل الرائع للمناسبات والعراضات. وكنشكركم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والى الفيديو المقبل ان شاء الله.